كل حاجة دخلت الفرن، عملنا كل اللي حضرناه مع بعض في أول الحلقة أو اللي غرفناه مع بعض في أول الحلقة بتفاصيله، بعجنته، بطريقة تحضيره، سلق الخبز إلى آخره. ودلوقتي وقت نروح التلاجة نجيب السناك اللي قلت لكم عليه. حاجة كده أنا من عشاقها لأني بحب الخلط ما بين النكهة الحادقة، يعني الملوحة سولتد كراميل مع مثلا الشوكولاتة مع الحاجات الكرانشي. فهنا عندي كل العناصر اللي أنا بحبها. بصوا هنشيلها كده، عايزة أوريها لكم. بصوا القرص ده دارك شوكولت، من أحلى الحاجات الشوكولاتة الغامقة لما تتخلط مع الكراميل. التوفي اللي هنحضره النهاردة بطريقة بسيطة جدا، بصوا هنعمل إيه، هنكسرها. والبريتزلز أهي، الله، بصوا شايفين، ممكن نجيب سكينة حتى عشان نقدمها بشكل حلو ونقطعها. طعمها خطير يعني، لازم تدقوها عشان تفهموني. نقطعها كده، توازن الملح والسكر اللي فيها والتوفي والكرانشينس القرمشة يجنن. طيب ايه عناصرها؟ بسيطه، هتلاقوا قدامي هنا، خلي المخرج يجيب لنا المقرمشات. ده التوفي اللي احنا بنشتريه، بيبقى ملفوف بسوليفان وبيبقى بنكهه ساعه التوفي العادي الزبده، وساعات كتير بيبقى بطعم الشوكولاته. احنا عملناه بنكهه اللي هي البتر توفي البسيطه، فبرضه اولادنا ممكن يساعدونا في دي جدا بقى، لانه احنا بس هنسيح لهم الشوكولاته. هاتوا نحطه هنا، هنسيح لهم الشوكولاته والتوفي وهم يشتغلوا. بصوا شكلها حلوة ازاي، عايزة ابعد دي بس عن النار، انا بسخنها عشان نسيح التوفي مع بعض. بصوا ولا اشهى، وسهلة جدا ومناسبة لحد جاي لنا بسرعة. ودي شوكولاتة طهي عادية جدا، انا دايما عندي في البيت بصراحة بحب تبقى موجودة. داخلين على الشتاء والهوت شوكلت ووصفات الشوكولاتة الشهية اهو، وما بذلناش فيها اي مجهود، هتشوفوا دلوقتي قد ايه هي سهله. كفايه كده اهو، هحط ده قدامنا هنا، نبعده عن النار عشان بس ما يسحش. وهحط دي عندي هنا، طبق صغير عندي، بول صغير، هحط دي دلوقتي هنا جنبنا عشان تفضل باينه. وتعالوا دول برضو نحطهم هنا. طيب عندي هنا شوكولاته انا مسيحاها ولا حاجه، على سيحتها بالمايكرويف حتى، بس حطها هنا عشان بس اهي دارك شوكليت، ما ضفتلهاش اي اضافات، شوكولاته سيحتها. عندي التوفي، هنحط التوفي في حله على النار او حتى بالمايكرويف اهو، ونحط له شويه ميه بس علشان يسيح اهي. هنحط له شويه ميه وهتبتدي الميه هي اللي تسيح التوفي. خلوني بس انا طفيت البوتاجاز، ارجع العين على النار. هاتوا معلقه نقلبه اهو، هيبتدي على طول يسيح في الميه. طبعا احنا قلنا عايزين نكهه الملح، الملح داخله هنا بالبريتزلز اوريدي، بس هنرش شويه ملح. خطيره، هتعجبكم جدا. الكنترول بيقول لي بتاكلي كتير، بقول لهم خطيره بصراحه. دي من الحاجات دي مش فقره تعذيب، ده اكل بحقه حقيقي صح؟ هقول لكم الفكره انه هي متوازنه. هي يا جماعه الكنترول غيرانين وعايزين ياكلوا فبيحاولوا يعطلوني. التوازن بالحاجات اللي هي بتبقى مسكره بتخلينا ما نجزعش ونقعد ناكل كتير. طيب هنجيب صينيه، اي صينيه عليها ورقه سيليكون زي ما شفتوا. خلوا التوفي بس اتاكد بس انه بيسيح كويس. ناخد الشوكولاته قبل ما تبرد، نحطها على السيليكون. السيليكون من الحاجات شيتس اللي انا دايما بحب تبقى موجوده في المطبخ، بتسهل لنا نعمل حاجات كتير. بنفردها بالشكل ده، ودي اصلا خليني اقول لكم بس ايه الوصفه دي، الطريقه دي في عمل الشوكليت، اسمها تشوكلت باركس او باركس، مش متاكده بصراحه. الوصفه دي احنا ممكن في المرحله دي والشوكولاته سايحه نضيف فستق،
نضيف بشر برتقان، نضيف لوز، نضيف حاجات كتير، ونضيف مثلا زبيب، نضيف فاكهه مجففه، في بيضيفوا بذور الشيا، بذور عباد الشمس. فكره ان الشوكولاته سايحه وعلى وشها توبينجز وبعدين بنسيبها تبرد دي انتشرت جدا، وبتتباع حتى في علب كده في محلات الشوكولاته، محلات السناكس، في الكوفي شوبس. انا بحبها جدا في الشوكولاته الغامقه. بنوزع البريتزلز، هنحط طبقتين لان انا بحب يبقى طالع شويه كده بعد ما نضيف الكراميل. هاتوا اشوف الكراميل، عايزه ابعده شويه عن النار عشان بس ادوبه كويس اهو. ممكن اجيب الوسك كمان واضرب السلك، هيسهل لي العمليه. مضرب السلك بيخلطهم كويس. نرجع على النار ونوطيها شويه. دي فكره سهله للناس اللي عايزين يعملوا الصوص ده او الكراميل ومش عايزين يعملوا بقى هم الخطوات كلها. هو على فكره من الحاجات السهله الممتنعه على الكراميل يعني، بس دي انا قلت النهارده وصفه تكون سوبر سهله. جايبين من السوبر ماركت البريتزلز، المقرمشات، والشوكولاته والتوفي. سيحنا الشوكولاته وسيحنا التوفي اهو، خليها بس تتقل شويه. كنت بقول لكم انه هنا احنا هنضيف على كل الاطراف عشان يبقى مليانه بريتزلز، نغرزها بالشوكولاته. هضيف بعد التوفي كمان طبقه، اتاكد اني غطيت كل الاطراف. حلقه الخميس بحب دايما تبقى حاجات لايت بيحبوها الولاد، حاجات ممكن برضو اكتيفيتي تعتبر انه نعملها مع الولاد، سواء كانت البريتزلز او كانت الوصفه دي، هيبقى شيء لطيف انه نحضرهم. مش هنستمتع بس باكلهم، هنستمتع بالوقت اللي بنقضيه احنا والولاد نعملهم مع بعض. دي خلصت خلاص. هاتوا نجيب مغرفه او حله وناخد الكراميل، نقعد دي جنبنا ونوزعه. التوفي ده خطير، شفتوا ما كانش في لما طلع من التلاجة ناشف قوي وبيكسر السنان، لان هو احنا لما بنجيبه بقى تشوي بيبقى طري كده زي النوجة. فالفكرة انه هو حتى لما نسيحه هيطرق اكتر شوية ويدينا الشدة الحلوة دي. تعالوا دلوقتي نحط طبقة كمان من البريتزلز فوق التوفي. انا حطيت الشوكولاتة هنا، لو حابين انا هنا في الاخر لو شفتوا حاطة شوية طبقة من الشوكولاتة فوق لذيذة. هنحط دلوقتي رشة من الملح الصخري أو البحري. ليه؟ لأنه ده ما بيدوبش، يعني هيطلع لنا باللقمة كل شوية قطعة قطعة قطعة، تعمل التوازن اللي بيخلينا ما نجزعش وناكل كتير من الحلويات دي. حلوة إن ممكن نحطها في علبة في التلاجة وتقعد معانا فترة. خلاص الوصفة خلصت، كل اللي هنعمله هندخلها التلاجة زي ما شفتوا، و هتطلع لنا بالشكل. بس عايزه اوريكم التوفي اهو، ده اللي قصدي انها بتفضل تشوي بتشد. اوكي، ممكن نقطعها مع بعض تاني ونشوف الشده الحلوه اهو. دي من اشهى الوصفات والسناكس اللذيذه، فنجان قهوه كده بعد ما نعملها مع الولاد وننظف المطبخ، نقعد كده لوحدنا نشرب قهوه، نستمتع بحاجه حلوه عملناها بكميات قليله علشان نقولش شاف انت بتخنينا. امبارح واحده بعتت لي على الانستجرام بتقول لي انا طولي كذا ووزني كذا اخس ازاي؟ فبعت لها قلت لها والله انا اللي بتخن الناس مش اللي بخسسهم، ابعتي للنيوتريشنست خبير التغذيه تساعدكم. بس نصيحتي ليكي، كل الاكل اللي بتعمليه لو سعراته عاليه كلي كميات قليله وتحركي كتير. الويكند جاي، تعال الويكند اجازه الاسبوع، نهايه الاسبوع جايه، تعالوا نتحرك كتير، نقضي وقت حلو، جو بقى يجنن ومناسب جدا للاكتيفيتيز في الهواء الطلق. يا رب تكون وصفاتنا طول الاسبوع عجبتكم، وبالذات حلقه الخميس تبقى مميزه. نشوفكم الاسبوع الجاي على خير، وباي.